تتواصل أعمال ملتقى الفكر الإسلامي للعام الثاني على التوالي وحتى 23 من شهر رمضان المبارك. كان وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قد افتتح الملتقى بساحة مسجد الإمام الحسين، وأشار إلى أن 700 ملتقى للفكر الإسلامي بدأت بمحافظات الجمهورية بالتوازي مع ملتقى الحسين. ديني ونشر الفكر الوسطي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة أهداف تأتي لإقامة ملتقى الفكر الإسلامي خلال شهر رمضان الكريم بتنظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبرعاية من وزير الأوقاف. عودة هذا الملتقى تعني عودة الأمن، عودة الأمان. نقيم نحو 720 ملتقى على مستوى الجمهورية، نستهدف أكثر من 22 ألف ملتقى على مدار الشهر الكريم، بعضها في صادقات مفتوحة بالتنسيق مع السادة المحافظين، وبعضها في المساجد الكبرى مع العلماء المتمكنين، ونركز على القضايا الفكرية والإيمانية والأخلاقية، وإن شاء الله نؤمل أن يسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر سماعة الإسلام. الرسالة المحمدية قائمة على مكارم الأخلاق، والشعب المصري عظيم في قيمه وأخلاقه، تأكيدات رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال افتتاح الملتقى. هذه اللقاءات الطيبة المباركة في هذا الشهر العظيم المبارك لقاءات تعلم الناس صحيح الدين وتذهب عن الناس ما هو ليس من الدين الإسلامي. فهذا الملتقى الطيب المبارك نتعلم فيه جميعا سماحة الإسلام وعظمة الإسلام وأدب الإسلام وأخلاق الإسلام، وهذا أمر لا بد منه في شهر الصيام، لأن الصيام جنة أي وقاية، وعلينا أن نتعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قيادته الرشيدة في كافة الميادين. علينا أن نتعلم أننا مطالبون جميعا بأخلاق طيبة مباركة هي أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. يا رب ما لنا سوى. ملتقى متنوع الجوانب دينيا وفكريا وثقافيا، تسعى وزارة الأوقاف بالحرص على إقامته سنويا خلال شهر رمضان الفضيل لترسيخ أسس التعايش التي نادت بها الشرائع السماوية كافة. من ملتقى الفكر الإسلامي، وليد هيكل، التلفزيون المصري.